السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أصدقاء قناة ريان وأصدقاء النادي أيضا في برنامجكم الأسبوعي نادي الأصدقاء. أتمنى أن أسبوعكم كان مليء بالحيوية والاجتهاد، وأنكم راح تقضون نهاية أسبوع مليئة بالفرح والجوائز أيضا. مثل ما لاحظتوا جنكوز متأخر، بس اليوم ترى اعتذر لي وقال لي أن عنده تحضيرات صغيرة وبيجي على النادي على طول. لما يوصل جنكوز أحب أذكركم برقم البرنامج اللي تقدرون تتواصلون معنا عليه خلال حلقتنا، وتفوزون أيضا بمسابقاتنا وجوائزنا المتنوعة. رقمنا طالع لكم على الشاشة 5 4 1 8 1، احنا بانتظاركم وبانتظار اتصالاتكم أيضا. طبعا مثل ما تعودنا أن أول فقرة فيها جنكوز يدخل ومتأخر. كسرت النادي يا جنكوز، ليش متأخر؟ وأشوف عندك أغراض البحر. شوي لطيح شوي. من مفكر نفسك داش علينا بأغراض البحر جنكوز؟ ترى المكان هذي نادي الأصدقاء مو بحر، داش علينا بمظلة وسباحة وزعانف بعد. شفيك أحسن طيح أحسن، طحت على الكرسي. نشل لك الكرسي المرة الجاية. يلا ما نسينا الرقصة الحلوة مالتك. أيوة ما شاء الله عليك يا السباح الماهر. اختربت المظلة، شفت شلون؟ لأن هذه المظلة ما تكون موجودة في النادي، تكون موجودة يا جنكوز في البحر. زين أنا براضيك الحين، براضيك. شايك نشوف خربوش أنا وأنت وننسى المظلة اللي انكسرت، إيش رأيك؟ يلا إذا أصدقائنا الحين نبدأ بأول فقرة فيها اللي دائما ما نبدأ فيها في برنامج نادي الأصدقاء، هي فقرة خربوش. رسمنا اللي يرسم رسمات مجنونة، بضحك أنا وجنكوز عليه ونسي جنكوز المظلة اللي انكسرت. خربوش عندك. ومن بعد خربوش نشوف جنكوز مثل العادة، شو مسوي جنكوز؟ سمكه صح؟ اي بالضبط، تأثرت بخربوش؟ الظاهر. والحين أصدقائنا صار وقت اتصالاتكم ومشاركاتكم، ونستقبل أول اتصال مع فقرة تبي تفوز. يا هلا ومرحبا بأول اتصال، ونقول ألو. الألو حق هاجر يا جنكوز، مو بلك انت اسمك هاجر؟ لا. يا هلا يا هاجر. ألو. يا هلا ومرحبا فيك، شخبارك يا هاجر؟ الحمد لله. أكا جنكوز يبي يكلمك، كلمي. تفهمين شو يقول جنكوز؟ ها يا هاجر؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟
ما علينا من جنكوزي يا هاجر. هاجر شو اخبارك انت؟ الحمد لله. طيبه؟ اي بخير. شلون المدرسه معاك؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. شفتي جنكوزي شلون دخل علينا باغراض البحر؟ ايوه. شكله سباح، انت تعرفين تسبحين ولا لا؟ ايوه. سباحه ماهره يعني؟ ايوه. كفو عليك يا هاجر، كفو عليك. انت في اي صف؟ رابع. صف رابع، الله يوفقك يا هاجر. جاهزه حق المسابقه؟ ايوه. يلا راح اعطيك مسابقه اوجد الاختلاف يا هاجر. راح تطلع لك حاليا صورتين على الشاشه يا هاجر، طلعي لي الاختلافات منها. مطلوب منك توجدين لي ثلاث اختلافات. يلا يا هاجر. ها يا هاجر، وين الاختلاف؟ طلعي لي الاختلاف الاول يا هاجر. ركزي عدل. البرتقالي والازرق. حلو، البرتقالي اللي موجود تحت صحيح؟ ايه. حلو، يلا. وبعد هذا اول اختلاف يا هاجر، كفو عليك. ركزي انتبهي عدل عشان تفوزين معانا. الشنطة. الشنطة؟ ايه اللي على الساعة. هي مو بشنطة، هي كنز بس. صح، في النهاية انت عرفتي الاختلاف. صح صح يا هاجر، كفو عليك. ها يا هاجر، اخر اختلاف اوجدي لي اياه واقول لك مبروك. ما يبين واضح. ها يا هاجر، ما يبين واضح. ركزي عدل، طالعي الشاشة عدل، طالعي يعني اللي فوق، لا تطلعين البحر واللي حذا البحر، اللي فوق البحر. يلا. هاي هاجر، هاجر من حذاك؟ هاي هاجر. شوية. يلا اخذي وقتك. اخذي وقتك يا هاجر، طالعي الصورة عدل. وإن شاء الله الاختلاف الثالث راح تطلعينه. أنا قلت لك لا تطلعين البحر ولا تطلعين شاطئ البحر ولا تطلعين السماء. ولا تطلعين السماء. ها، اللي جنب الأشجار. اللي جنب الأشجار اللي هي شنو؟ ها قولي لي اسمها. ها يا هاجر، شو اسمها؟ أنت قلتيها صح، بس أبيك تقولي لي اسمها. بساعدك أنا، أول حرف نون. يلا يا هاجر. نخلة. النخلة، صحيح يا هاجر، صحيح. وألف ألف مبروك يا هاجر، فزتي معانا بمبلغ قدره 300 ريال وقسيمة شرائية من فناك. ألف مبروك يا هاجر. وناخذ ثاني اتصال ونقول ألو. يا هلا فيك يا منى. ألو. يا هلا يا منى، شو أخبارك؟ أنا جنكوزي أبي كلمت. ألو. 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 جنكوزي يقول لك يا منى انه راح البحر عشان يصيد سمك هناك. انت تحبين البحر؟ تقدرين تصيدين سمك مع ابوك ولا اخوانك؟ تعرفين؟ لا. ما تعرفين؟ زين في مره صدتوا سمك زين؟ ابوك صاد؟ ابوك صاد؟ ولا مره؟ لا، لازم تروحين وتجربين. ايش رايك تروحين مع جنكوز؟ ها يا منى. تروحين مع جنكوز تصيدون؟ بتروحين مع جنكوز. يلا يا جنكوز، هاي قالت بتروح معك. خلاص انتم منى تروحون بعد الحلقه وتصيدون سمك، ودوني معاكم. زين؟ يلا اتفقنا. جاهزه حق المسابقه يا منى؟ ايه. يلا راح اعطيك سؤال وبعطيك ان شاء الله بعد عليه ثلاث خيارات، المطلوب منك ان انت تعطيني الاجابه. حلو؟ يلا يا منى بعطيك السؤال، جاهزه؟ ايه. يلا منى جاهزة وسؤالنا جاهز بعد لك يا منى. دخان مدينة تقع في وين؟ وين تقع دخان؟ في الشمال. في الشمال؟ لا، أنا أبي في أي بلاد يعني تقع؟ تعرفين ولا أعطيك أنا خيارات؟ قطر. في قطر، صحيح يا منى. ألف ألف مبروك لك يا منى، فزتي معانا بمبلغ قدره 300 ريال وقسيمة شرائية من فناك. ألف مبروك يا منى. والحين أصدقائي اللي ما شارك معانا للحين عنده فرصة يتصل ويربح ويانا.
احنا بانتظار اتصالاتكم. والحين بعد ايش عندنا؟ عندنا المختبر. طبعا جنكوز محضر لنا اشياء، طبعا راعي البحر اليوم بهالاشياء ما ادري عاد كان بيحضر لنا شيء عن البحر ما يندرى عن جنكوز. خلونا نشوف شو محضر لنا مع مختبر. وجنكوز جاهز حق تجربة اليوم؟ شن هي التجربة؟ خرطوم الصابون. ايش مطلوب منا يا جنكوز؟ اول شيء يلا ماي. ماي حلو، وانت طبعا مجهز الماي. حلو والفقاعات مالت الصابون. حلو، هذه بعد يعني مو موجودة مثلا ما قدرنا نحصلها، شو نسوي؟ بانجلي صابون. صابون جلي اللي هو صابون تنظيف الصحون. وبعد وماي نحطها مع بعض نخلطهم ويتكون لنا نفس الرغوه اللي انت تستخدمها الحين. خلاص انا اسف ما راح اسبقك. خلاص يلا طيب ادلاقات او جوارب بس مش محتاجينها صح ولا لا؟ بالضبط، ما نصرف احنا بملابسنا واغراضنا. ورجالات برقه مطاره ماي صح؟ مطاره ماي فاضيه. حلو يلا توكل على الله. راونا تجربتك يا جنكوز. انا ما ادري شلون بيسوي لنا خرطوم صابون، بس قبل ما تبدا بتجربتك لازم ننوه ان المقص والادوات الحاده لازم تستخدمونها اصدقائي بوجود الاهل، صح جنكوز؟ بالضبط يلا. ويبدا جنكوز الحين. شفت شلون؟ شفت شلون فلت منك؟ شوي شوي. وقص جنكوز المطارة. حلو وقصيناها وبعدين بدلقات. حلو دلق واحد. طيب أنا للحين مو بمصدق بنسوي خرطوم صابون. بنشوف أنا أتحداك ونقص الادلاع. حلو يعني لازم نقصه. انا امسكها لك ان شاء الله. بنلبس الغرشه بالادلاع. حلو للحين ما صار عندنا خرطوم، من الحين انا اقول لك ايه صار عندنا غرشه لابسه ادلاع. ناخذ الوعاء او المله نحط فيها الماي، وبعد الماي شو نحط؟ نحط الصابون. وحطينا الصابون نجهز العده انت جنكوز، كل شيء موجود. نخلط الصابون مع الماي مثل ما قاعد جنكوز يسوي الحين. نخلط. حلو وبعد ما خلطنا؟ طيب ناخذ الغرشة اللي فيها الصابون ونحطها في الوعاء أو الصابون الأصح. شو بتسوي؟ شكلك بتنفخ. يلا اي والله صار صح؟ والله صح خرطوم صابون، يعني نقدر نسويها باكبر اكثر من حجم. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك، دائما انت فنان. الحين ايش بتسوي لنا؟ اوكي احنا من ساعه سويناها طبعا بغرشه صغيره، الحين انت بتسويها بغرشه كبيره. طيب طبعا جنكوز حاب ان يرويكم اصدقائنا ان التجربة هذه نقدر نسويها على أكثر من حجم، يعني نقدر نسويها على الغرشة الكبيرة وغرش الغرشة الصغيرة. خلنا نشوف الغرشة الصغيرة شلون بتطلع. يلا يلا يا جنكوز. بعد بنحط فيها الدلاغ بنلبسها دلاغ. قصيناه
بس احنا بعد نذكر ان الادلاقات هذه احنا مو بحاجتها. تحط ملون الطعام؟ يعني احنا نقدر نلون الخرطوم. حلو. يلا. حلو. حلو. وصار عندنا خرطوم لونه احمر. حلو حلو يا جنكوز، يعطيك العافية على هذه التجربة الحلوة. أصدقائنا الحين احنا عندنا فاصل وراجعين لكم من عقبه. شو تسوي جنكوز؟ فكر نفسك بطل سباقات؟ عطني. بتسبح يعني؟ يعني ان انت سباح وبطل صح؟ تدري يا جنكوز من اللي محضر لنا الحين سباقات؟ ومن اللي بنشوفهم بيغشون مبغشين شلون بس هم سباحين وحق سباقات بعد، تدري من؟ معجون. يعني احنا ما راح نشوفك انت الحين تسبح وراح نشوف اصدقائي معجون هم يسبحون، خلونا نشوف معجون وسباقات معجون. ومن بعد معجون نشوف جنكوز قاعد يسبح. جنكوز بقول لك شيء، انت مفكر نفسك سباح؟ السباح هي اللي يحط سباحه على راسه، وهل هاي الاستخدام الصحيح للسباحه ولا احنا نحطها في نص الجسم؟ شفت شلون ما تعرف شيئا، قلت لك انا من البدايه. اذا اصدقائي طبعا من غشنا فليس منا، وانا ما حبيت انهم في بدايه السباق كانوا يغشون، بس في السباق الثاني اتفقوا ان كل واحد منهم فايز. وانا ايضا اشجعكم اصدقائي ان تكون روحكم الرياضيه حلوه، واذا خسرتوا لازم تهنون الفايز وتتمنون له كل خير، واكيد ان الله سبحانه وتعالى راح يوفقكم في مسابقات ثانيه. نكمل معاكم ومع اتصالاتكم ايضا واسئلتنا المنوعه في فقره تبي تفوز. ويا هلا ومرحبا فيك يا ماجد. اهلين. يا هلا يا ماجد، شو اخبارك؟ الحمد لله. في اي صف انت يا ماجد؟ خامس. صف الخامس. تعرف تسبح مثل جنكوز ولا احسن من جنكوز؟ احسن منه. احسن منه. زين انا بسالك الحين، شوف جنكوز وشوف شلون لابس السباحه، هل هاي هو الاستخدام الصحيح للسباحه ان احنا نحطها عند الراس؟ ايش رايك؟ لا لا، وين نحطها عيال يا ماجد؟ عند البطن. عند البطن، صحيح يا ماجد. الحين اثبت لي يا ماجد ان انت فعلا سباح ماهر. ماجد الحين راح اعطيك مسابقه تتعرفونها، تعرف لها ولا اشرح لك اياها؟
ها يا ماجد. لا اتعرفها. يعني نقدر نقول ان ماجد جاهز حق مسابقة تعرفونه صحيح؟ ايه. جنكوز. حطيتها بالاستخدام الصحيح. شاطر. شفت شلون يا ماجد جنكوز سمع كلامك؟ مشكورة على النصيحة أو على المعلومة الحلوة يا ماجد. يلا الحين راح أعطيك مسابقتك، جاهز لها صحيح؟ يلا يا ماجد. طبعا راح أعطيك الحين أربع خيارات أو أربع مفاتيح، والمطلوب أن توجد لي حيوان معين. وأول مفتاح يقول يا ماجد لونه بدرجات الرمادي أو الأبيض، يعني لونه يتدرج شوي رمادي لين الأبيض. والخيار الثاني يا ماجد استخدم قديما لإرسال الرسائل. أكمل؟ الحمام. الحمام. تبي أثبت على الحمام ولا أكمل المفاتيح اللي عندي؟ كمل. أكمل لك المفاتيح. هو نوع من أنواع الطيور. أكمل؟ الحمام. الحمام. أثبت؟ إيه. يلا ونثبت لك إياها يا ماجد ونشوف هل هي إجابة صحيحة ولا لا. ما تعرفونه. يعيش الحمام على مقربة من البشر منذ آلاف السنين، ويمكنه البقاء على قيد الحياة إلى أكثر من 30 عاماً في البرية. يوجد أكثر من 300 نوع مختلف من طيور الحمام التي يمكن العثور عليها في جميع أنحاء العالم. يتميز الحمام بسرعته، حيث يمكنه أن يحرك أجنحته إلى عشرات المرات في الثانية الواحدة، فإن لديه القدرة على التحمل، لذلك كان يستخدم في السباقات. الحمام من الحيوانات الذكية للغاية، حيث يمكنه التعرف على نفسه في المرآة. يعرف عنه بأن لديه القدرة على الإحساس بالعواصف البعيدة والزلازل والثورات البركانية. وبالفعل إجابتك صحيحة، وألف ألف مبروك. فزت معنا بمبلغ قدره 300 ريال وقسيمة شرائية من فناك الحمام. بالفعل إجابتك صحيحة، والحمام طبعا يتواجد وبكثرة فوق بيوتنا وأيضا في سوق واقف. نشوفها طبعا في ساحات أو في ساحة الحمام في سوق واقف، مو مجمل ساحة إلا الحمام. وناخذ أيضا ثاني اتصال ونقول ألو. ألو. يا هلا ومرحبا فيك. معاي جملة. جملة. صحيح؟ جملة؟ ألو. ألو. زملة ولا جملة؟ زملة. بحرف الزاي؟ لا، زملة. بحرف الجيم يعني؟ لا، زا زا. حرف الزاي. يعني زملة. شلونك يا زملة؟ خير الحمد لله. وشلون المدرسة وياك؟ حلوة. حلوة. تعرفين تسبحين ولا لا؟ لا. تعرفين يعني سباحة ماهرة. أحسن من جنكوز. شوفي جنكوز ترى يتسبح بالسباحة مثل ما لو حطها عند رقبته. أنت نفس الشيء تستخدمين السباحة ولا لا؟ هي تستخدمين السباحة؟ هي. يلا شوي شوي تعلمين بعدين تستغنين عنها وتسبحين بروحك صحيح؟ هي. كفو كفو عليك يا زملة. جاهزة حق مسابقتك؟ يلا راح أعطيك مسابقة أوجد الاختلاف. راح تطلع لك على الشاشة صورتين يا زملة، صاروا على الشاشة. أوجدي لي يا زملة ثلاث اختلافات. ثلاث اختلافات وأقول لك مبروك. يلا. البيت اللي تحت. البيت اللي تحت صحيح يا زملة. خلينا نشوفه فعلا. يلا بقول لك اختلافين، ركزي عدل وفكري وطالعي الصورة عدل. اخذي وقتك، أهم شيء تفوزين. البرج اللي فوق. البرج اللي فوق صحيح يا زملة. بالضبط. والاختلاف الثالث؟ السفينة. اللي وين موجودة؟ اللي على اليمين. اللي على اليمين بالفعل يا زملة، وأوجدتي لي الاختلاف الثالث. ألف ألف مبروك لك يا زملة، فزتي معنا بمبلغ قدره 300 ريال وقسيمة شرائية من فناك. وناخذ اتصال ثالث ونقول ألو. يا هلا يا أبو عابد. معنا عبد الله. عليكم. عليكم السلام. شو أخبارك يا أبو عابد؟ الحمد لله طيب. أبو عابد تعرف تسبح؟ إيه. سباح سباح عاد؟ إيه سباح. حلو. وتحب السباحة؟ إيه. من متى وأنت تعرف تسبح؟
صار لي سنتين. سنة. صار لك سنتين أو سنة؟ سنة سنة. سنة. أنت في أي صف عبد الله؟ سادس. صف سادس ما شاء الله عليك يا عبد الله، صف سادس وتعرف تسبح، الله يوفقك إن شاء الله ونشوفك سباح ماهر ترفع راية إن شاء الله وعلم بلادك، صح ولا لا؟ إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. جاهز حق مسابقتنا؟ إيه. يلا راح أعطيك طبعا سؤال، والمطلوب منك طبعا أن أنت وجد لي إجابة هذا السؤال، وسؤالك يا عبد الله يقول أنا راح أعطيك ثلاث اختيارات بس جرب أنت من السؤال شوف تعرفه ولا لا. له أسنان بس ما يعض، وشو؟ أكمل؟ يلا أعطيك الخيارات، هل هو الطفل ولا المشط ولا القرش؟ عنده أسنان بس ما يعض، هل هو الطفل ولا المشط ولا القرش؟ المشط. المشط صح صح يا أبو عابد، كفو عليك، بس معانا بمبلغ قدرة 300 ريال وقسيمة شرائية من فناك. الحين أصدقائنا عندنا الفقرة اللي أكيد كلكم تنطرونها، هي فقرة لغز مع جنكوز. وناخذ الاتصال اللي راح يشارك معانا في فقرة لغز ونقول ألو. يا هلا فيك يا جواهر. يا هلا فيك. شو أخبارك يا جواهر؟ خير الحمد لله. الحمد لله. جاهزة حق فقرة لغز مع جنكوز؟ ترى جنكوز جاهز. إي جاهزة. يلا يعني نبدأ؟ نبدأ يا جواهر؟ إي نبدأ. بس قبل ما نبدأ، أنت شلونك مع البحر؟ تسبحين ولا لا؟ إي شوي. شوي. بس إن شاء الله بعدين بتتعلمين صح؟ صح. انزين مستعدة الحين؟ الحين خلاص الحين وقت فقرة لغز، جاهزة أنت؟ يلا يا جنكوز ابدأ. مثل ما تعرفين جنكوز يسوي حركة أو يسوي شيء لازم تعرفين شو يسوي. ايش يسوي؟ هو ترى كان في البحر، يعني هالشيء كان يسويه في البحر. ركزي. شو يسوي يا جواهر؟ يصيد سمك. يصيد سمك صحيح، ألف ألف مبروك لك يا جواهر، فزتي معانا بمبلغ قدرة 300 ريال وقسيمة شرائية من فناك. بالفعل ها جنكوز مستانس أن هي قدرت شو اسمه تعرف أن أنت قاعد تصيد سمك. أنت صياد سمك ماهر؟ زين أنت شكلك جايني تبي شيء، ايش تبي؟ تبي تقدم الفاصل؟ يلا قدم. حياكم الله مرة ثانية بعد هذا الفاصل القصير. هو شيء موجود في البحر بتسوونه الحين في فقرة المهارات اللي من خلالها نتعلم إعادة التدوير وابتكار أشياء مفيدة وعجيبة. يعني على سبيل المثال من قال أن كوب ورق يتحول لقنديل البحر؟ خلونا نشوف مع بعض، اصنع واربح.
على فكرة قنديل البحر من أقدم الحيوانات الموجودة على الأرض، فهو موجود من أكثر من 500 مليون سنة. جنكوز ما شاء الله عليك، سويتها بهالسرعة جنكوز. سويت أنت الحين معانا قنديل البحر، هذه هي مسابقة تصنع مربح صح، ومخليه شفاف بعد، أحلى والله طلع ما شاء الله عليك جنكوز. دام أن أنت الوحيد اللي سويت العمل هذه وسويت القنديل، أنت فايز معانا في المسابقة. نعم جنكوز فايز معانا، مبروك عليك 300 ريال وقسيمة شرائية من فنا، إيش رأيك؟ وعشان بعد فزت معانا، طيب بخليك تقدم قصة مع حصة. بس قبل ما نقدم قصة مع حصة، أبى أقول لك شيء جنكوز، أن كل أصدقائنا يقدرون يسوون مثل هالعمل ويطرشونا لنا على قناة الريان، صح ولا لا؟ بالفعل صحيح. أحب أرجع أذكركم أصدقائنا أن نحن ننتظر طبعا تطبيقاتكم حق اللي شفتوه في فقرة اليوم. لا تنسون المسابقة، راح تفوزكم إن شاء الله بجوائز وايد. تابعوا الفقرة وطرشوا لقناة الريان عملكم اليدوي الخاص فيكم، اكتبوا عليه اسمكم عمركم ورقم الهاتف، وخلكم متأكدين أنكم بتفوزون، وبنطلع عملكم على عملكم أيضا على الشاشة في نادي الأصدقاء هنا على هذه الطاولة بإذن الله. ومكافأتك أن أنت حين تقدم قصة مع حصة، صح؟ يلا قدم قصة مع حصة، قدم قصة مع حصة، قدم. جنكوز ما له داعي كل هاي، فقرة كاملة على قصة مع حصة. أصدقائنا خلونا نشوف فقرة قصة مع حصة. كان يا مكان في قديم الزمان، كان في البحر، بحر الكبير، حبة رمل صغيرة. حبة الرمل هذه كانت تبي تشرد وتبي تنخش من الحيوانات اللي في البحر اللي يبون يأكلونها، وما تعرف وين تروح. في هالوقت كان في محارتين صغار يلعبون مع بعض ومستانسين ويضحكون. هاي تقول حق صديقتها أنا الأجمل، الثانية تقول له لا أنا، توها بتكمل بتقول أنا الأجمل، وتدخل حبة الرمل في داخلها، تدخل من حلجها. هذه المحارة قعدت تصيح تقول شنو هذه؟ شنو اللي دخل في حلجي؟ شنو هذه؟ هاي شيء ما أعرف شنو دخل في حلجي. قالت لها المحارة الثانية إيش فيك؟ ما أعرف في شيء دخل في حلجي أنا ما أعرف. في هاللحظة حبة الرمل دخلت في جوف المحارة، لقيت لها مكان ناعم وحلو ورطب كنا مخد لينا. قالت أنا بنام هني وبرتاح، ونامت حبة الرمل ولا اهتمت بهاي المحارة اللي قاعدة تصيح وتصيح وتقول أنا من اللي دخل داخلي. فجأة هذيك صديقتي قالت لها أنا خلاص ما بلعبة معك، ليش أنا سويت فيك؟ أنا خاف إن هذا اللي دخل في بطنك هذه شيء يعني مرض معدي، وأنا خاف تعاديني. بس هذه مو مرض معدي، صديقتي قاعدي معاي لعبي معاي أنا بروحي. لا 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 أنا خاف. راحت المحارة وخلتها بروحها. المحارة ما كانت عارفة شو اللي يصير في بطنها، ما تعرف إن في خلايا في داخلها تهاجم أي شيء غريب يدخل، فتمنع أي شيء غريب وتقضي عليه، تحاول تقضي عليه. قامت صار في صراع وحرب بين المحارة وحبة الرمل، بس ما نعرف الحين من انتصر. المحارة كانت زعلانة وحزينة لأن صديقتها راحت عنها، قعدت تصيح وتصيح تقول أنا ما حد عندي، أنا ما حد يبيني. مرت فيها محارة ثانية، قالت لي أنت إيش فيك تصيحين؟ قالت صديقتي كانت تلعب معاي وخلتني وراحت عني. قلت لها ليش؟ أكيد أنت سويتي فيه شيء غلط عشان كذي هي راحت. قلت لها أنا ما سويت فيه شيء، بس أنا دخل شيء غريب في داخلي في بطني وما أعرف شنو هو، عشان كذي خلتني صديقتي. قالت أوف إيه زين اللي قلتي لي. قلت ليش؟ قلت أوف أكيد اللي دخل فيك مرض معدي، أنا بروح عنك تعادين. قلت بعد أنت؟ قلت إيه خلاص ما حد بيلعب معاك. راحت المحارة الثانية هذه
تمت هاي المسكينة بروحها تصيد، قال ما حد يبيني، ما حد يلعب معاي، وتمت مسكينة. قالت راحت تمشي في البحر تدور لها مكان عشان تزعل فيه، تم روحها. في هالوقت كانت حبة الرمل داخل في قلب المحارة، كانت يعني مهزومة تنهزم من الخلايا اللي في الداخل اللي تهاجمها. فقالت أنا خلاص انهزمت وبارقد وخلاص ما بي شيء ثاني. رقدت حبة الرمل وتمت الخلايا تحوط وتحوط حبة الرمل، وهي ما تدري إن صارت حوالينها كورة سدت عليها الطريق وما تقدر تروح، ما تقدر تطلع. بعد أيام وأيام وأيام كان في غواص من الغواصين اللي يروحون البحر عشان يدورون اللؤلؤ. الغواص نازل بسلته ويجمع اللؤلؤ والمحار اللي في البحر. قام يدور المحار في الأخير لقى هاي المحارة. أما راح فوق في السفينة فتح المحارة لقى فيها لؤلؤة كبيرة من أكبر اللآل اللي شافها في حياته. قال هذه اللؤلؤة ما تصلح إلا حق زوجة شيخ أو زوجة النخذة. وخذ اللؤلؤة وداها باعها في السوق وخذتها مرت الشيخ. زوجة الشيخ سوت لها عقد حلو ولبسته. هني قالت اللؤلؤة اللي طلعت من المحارة قالت الحين عرفت أن أنا الأجمل لأني أزين رقبة أجمل نساء المدينة. وخلصت القصة. حبايبي الحلوين، نتعلم من قصتنا هذه أن جمال الإنسان هو جمال داخلي، في جمال خارجي لكل مخلوق، لكن إحنا أيضا لنا جمال داخلي. إحنا نحسن هذا الجمال بأخلاقنا الحلوة، بتعاملنا مع الناس، بطيبتنا، وبنكون أجمل من أي مخلوق في العالم. نلتقي معاكم في قصة ثانية مرة ثانية، ومع السلامة. مثل ما شفنا يا أصدقائي، مظهر الشخص مش بالضرورة يعبر عن حقيقته، لكنه ممكن يخفي وراه شيء عظيم وجميل. مثل المحارة، صحيح صديقتها قالت لها أن أنت صرتي بشعة من الخارج، لكنها ما كانت تعرف أن داخل المحارة في شيء جميل جدا ينتظر حد يكتشفه. عشان كذي أصدقائي، لازم ما نحكم على الأشخاص والأشياء من مظاهرها فقط. والحين طبعا جاء دور اتصالاتكم. جنكوز، شكلك كنت مع الغواص تغوص صح؟ أوه. شعب مرجانية، هذه لي هدية؟ حلو، خلاص شاك تحطها هني صح؟ احنا نقدر نطلع اشياء غريبة وعجيبة من البحر صح جنكوز؟ صح؟ بالضبط. ناخذ الحين الاتصال ونقول الو. يا هلا مرحبا فيك يا غدير. الو. يا هلا يا غدير، جنكوز يبي كلمك. عليكم السلام. هلا كيف تغالي؟ شفت شلون؟ تفهمين علي شيء يا غدير؟ لا عيل خلت معاي. شخبارك؟ شخبار السباحة؟ تعرفين تسبحين؟ ايوه. سباحة ماهرة؟ يعني بتتعلمين ان شاء الله ولا لا؟ ان شاء الله. يعني انت حاطة لك هدف ان انت ان شاء الله توصلين وتصيرين سباحة صح؟ اي. كفو عليك يا غدير. سمعتي القصة عدل؟ ايوه. جاهزه اني اعطيك سؤال القصه ان شاء الله وتكوني من احد الفايزين معانا؟ ايوه. يلا غدير جاهزه وسؤالنا جاهز. وسؤالنا يقول يا غدير، ما هو الشيء الذي دخل الى فم المحاره وتسبب لها بألم كبير؟ حبه الرمل. ما شاء الله عليك يا غدير، الف مبروك. فزتي معانا بمبلغ قدره 300 ريال ومجموعة قيمة من الكتب. وناخذ ثاني اتصال ونقول الو. يا هلا يا عبد الله. يا هلا يا عبد الله. عبد الله. يا هلا عبد الله، شو اخبارك؟ الحمد لله. تابعت القصة عدل؟ ايه. يعني لو اعطيتك سؤال تقدر تجاوب؟ إن شاء الله. وسؤالك يقول يا أبو عابد، لما ابتعدت جميع الصديقات عن المحارة في المرة الأولى؟
لأن المرض معدي. خافوا صحيح لأن المرض معدي وخافوا أنها تعاديهم صحيح. ألف ألف مبروك يا أبو عابد، فزت معنا بمبلغ قدره 300 ريال ومجموعة قيمة من الكتب. أسئلتنا ما زالت متواجدة ونقول ألو. يا هلا يا علي. علي علي معانا أسماء. يا هلا يا أسماء. أسماء ألو. يا هلا ومرحبا، من معاي؟ ألو. يا هلا، من معاي؟ أسماء. أسماء يا هلا يا أسماء، شو أخبارك؟ الحمد لله. سمعتي القصة عدل؟ إيه. حلو، جنكوزي أبي كلمتك الحين، كلمي. فهمتي علي يا أسماء؟ لا ما فهمتي علي. عيل خلك معاي، شو استفدتي من القصة أسماء؟ أن احنا ما نهتم حق المظاهر صح؟ إيه. وما نحكم على الناس من مظهرهم الخارجي صح ولا لا؟ إيه. كفو عليك يا أسماء. جاهزة حق سؤالك؟ إيه. يلا سؤالنا يقول يا أسماء، ماذا ظهر من جوف المحارة بعد أن أخذها الغواص؟ شو اللي طلع من فمها؟ من فم المحارة؟ سهل. جنكوز ترى يساعدك. حبة لؤلؤ. حبة اللولو صحيح صحيح. ألف ألف مبروك، فزتي معانا بمبلغ قدره 300 ريال ومجموعة قيمة من الكتب. أحب أبارك لكل الفايزين معانا وأقدم لهم ولكم أنتم أيضا أغنية يا قطر نقسم قسم، اللي أتمنى إن شاء الله أن أنتم تستمتعون فيها. قطر نقسم قسم لك نواصل بالمسير، بالحسام وبالقلم كون حدك والمصير. يا قطر نقسم قسم لك نواصل بالمسير، بالمسير بالحسام وبالقلم كون حدك والمصير. نرفعك بين الأمم كالسراج المستنير، نرفعك بين الأمم كالسراج المستنير. كلمة في كل فم من صغير ومن كبير، كلنا يحيى العالم. قطر نقسم قسم لك نواصل بالمسير، بالحسام وبالقلم دون حدك والمصير. قطر نقسم قسم لك نواصل بالمسير، بالحسام وبالقلم دون حدك والمصير. نرفعك بين الأمم كالسراج المستنير، نرفعك بين الأمم كالسراج المستنير. في كل فم من صغير ومن كبير، كلنا يحيى العلم. يا قطر نقسم قسم لك نواصل بالمسير، بالحساب
بالحزام وبالقلم دون حدك والمصير أما الحين وصلنا لختام حلقتنا، لا تنسون تشاركونا بأراءكم وأفكاركم على هاشتاج برنامج أندرسكور نادي أندرسكور الأصدقاء. احنا في انتظاركم وفي انتظار أيضا أشغالكم اليدوية. شوفوا حلقة قناة الريان أو حلقة برنامج نادي الأصدقاء على حساب قناة الريان في اليوتيوب، وسووا خطوة بخطوة وعطونا مثل العمل اللي موجود عندي الحين. وأنا طبعا أقول حق اللي ما اتصل اليوم ينتظرنا الأسبوع الجاي إن شاء الله في نفس الموعد ونفس اليوم. نشوفكم على خير. ايش فيك؟ ايش صد جنكوز قاعد تصيد في النادي؟ وشو ذي؟ صايد جوتي؟